تحب الأكل المصري؟ كين ام من لا يحب تحب الأكلات المصرية؟ تحب الحواوشي؟ جيم تو أحب كل شيء، أحب كل اللغات المصرية. أود أن أقول لك أنني نهم ولدي فضول دائما أن أعرف المزيد من الوجبات المصرية، وهذا يجبرني على ممارسة المزيد من الرياضة لكي أحرق السعرات قول لي الحرارية. بقى أكبر أحلى أكلة مصرية بتحبها. Alors, c'est difficile من de الصعب répondre, mais أن أجيب. c'est pas ce que je préfère, mais j'ai découvert le cochari. الكشري على حلو. سبيل المثال أفضله جدا Étonnamment, ça m'a beaucoup plu. ويعجبني كثيرا هذه الوجبة الكشري. أستاذ محمد عبد الفتاح مترجمنا النهارده، أنا عرفت إنه بيحب الحواوشي وإنه بيسأل على الحواوشي وبيروح ياكل الحواوشي. أنا بسألك عشان تسأله تاني أهو. Ah oui, si, si, bien sûr, bien sûr, bien نعم sûr. De toute façon, بالتأكيد la viande, j'aime beaucoup. بالتأكيد Et أحب اللحم je المصنوع pourrais بهذه الطريقة وأكله كلما سنحت لي الفرصة.